المديرين العرب عليهم دلوقتي مسؤولية في تغيير الوعي في الوطن العربي. يا كابتن طه، عشان اقدر اقول للناس الشعب المصري ده حارب ثلاث دول في سنه من السنين، بس هم ما يوعوش على الحاجات دي. سنه 56 احنا كنا بحارب في انجلترا وفرنسا واسرائيل، الشعب ما خافش وتسلح ونزل علشان يدافع عن مصر في الشوارع. لا نستطيع أن نعطي أي مصداقية أو تصديق للأرقام المعلنة عن نسبة المشاركة أو